مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة من الإمارات. إلى عناوين النشرة: محمد بن زايد فارس العطاء والعمل الإنساني العالمي. منصور بن زايد يؤكد أن مبادلة للاستثمار تسهم بدور محوري في تعزيز مسيرة الإمارات واقتصادها الوطني. نهيان بن زايد يتوج فريق الوصل بكأس رئيس الدولة لكرة القدم. الفجيرة للفنون تبحث مع وزارة الثقافة تطوير المشاريع الفنية المشتركة. الوطني للأرصاد هزة أرضية بقوة 1.9 ريختر في الحلاب إمارة الفجيرة ليس لها أي تأثير. أهلا بكم. يعد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أحد أبرز الشخصيات العالمية الملهمة في مجال العمل الإنساني، التي تمتلك مسيرة حافلة في إغاثة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة خلال أوقات الأزمات والكوارث، ودعم المشروعات والبرامج الخيرية والإنسانية في العالم أجمع، وإثراء قيم الأفراد والمجتمعات وتحفيزهم على المزيد من البذل والعطاء. قائد ملهم للعطاء بفكره الحكيم ومواقفه الاستثنائية، يقود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الإمارات لتبقى وطنا للإنسانية، سيرا على نهج أرساه المؤسس المغفور له شيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. ويجسد إطلاق مبادرة إرث زايد الإنساني بقيمة 20 مليار درهم للأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم تعزيزا للقيم الإنسانية السامية التي يجسدها إرث الشيخ زايد رحمه الله، جهود جليلة وجلية استحقت العرفان والتقدير العالمي لدور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإسهاماته المستمرة في مختلف مجالات الإغاثة الإنسانية حول العالم، إذ تسخر مسيرة سموه بالعطاء والمبادرات للنهوض بقطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم وتعزيز المنظومة الدولية لمكافحة الأوبئة والأمراض مهما اشتدت التحديات والأزمات. فخلال الجائحة التي اجتاحت العالم سارع سموه إلى مد يد العون للقريب والبعيد، وأمر بتدشين المستشفيات وتوفير اللقاحات وإقامة المدن الإنسانية وإرسال المساعدات لمختلف دول العالم. وبتوجيهات ودعم سموه تواصل الإمارات جهودها للوصول إلى عالم خال من الأمراض المدارية المهملة التي تؤثر على حياة أكثر من 1.6 مليار نسمة حول العالم. وإثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا وتركيا، وجه سموه بإطلاق عملية الفارس الشهم 2 لدعم الأشقاء والأصدقاء في البلدين وإغاثة المنكوبين والوقوف على احتياجاتهم وتضميد جراحهم. وفي 5 نوفمبر الماضي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببدء عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، كما وجه سموه باستضافة 1000 فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية لتلقي جميع أنواع الرعاية الصحية في مستشفيات الدولة. وفي عهد سموه بات التحرك الإماراتي لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية يجسد جانباً مشرقاً من جوانب العمل الإنساني، فقد غطت مظلة الجهود الإغاثية للإمارات المتأثرين من الأعاصير والزلازل والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية في عدد كبير من الدول مثل ليبيا والسودان والصومال وموزمبيق وباكستان وأفغانستان وتشاد وغيرها التي شهدت أزمات إنسانية طارئة. مبادرات وعطاء لا ينضب يطال مختلف الجوانب والمناحي، إذ تجسد مبادرة محمد بن زايد للماء
تحركاً فاعلاً لتسريع تطوير حلول مبتكرة في مواجهة التحدي العالمي العاجل والمتفاقم المتمثل في ندرة الماء. إنجازات إنسانية تجوب بقاع الأرض شرقاً وغرباً يشار إليها بالبنان ويشهد لها الجميع لبث الأمل وصناعة السلام وترسيخ قيم التسامح العالمي. كرست مكانة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كأحد أبرز النماذج المضيئة في تاريخ العمل الإنساني. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار أن الشركة تسهم على مدى أكثر من عقدين من الزمن في دعم الأجندة الوطنية وتعزيز مسيرة تطور الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة بجانب إسهامها الفاعل والبناء في الاقتصاد العالمي، وذلك في إطار رؤيتها الهادفة إلى تطوير اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار. وقال سموه في الكلمة الافتتاحية للتقرير السنوي 2023 لشركة مبادلة للاستثمار إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كان له الدور المحوري في خلق الفرص النوعية للكوادر البشرية في مبادلة خلال قيادته الاستثنائية للشركة في مرحلة مهمة من مراحل نموها، إضافة إلى بناء علاقات قوية وشراكات عالمية راسخة. وأضاف سموه أن أولوياتنا خلال العقود القادمة ترتكز على تحقيق توسع مستمر لاقتصاد دولة الإمارات وتعزيز ارتباطه مع الاقتصاد العالمي. وقد نجحت مبادلة وشركاؤها العالميون خلال العام الماضي في تحقيق العديد من الإنجازات في قطاعات الأعمال الرئيسية في أماكن مختلفة من العالم. وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى أنه في إطار هذا التوجه الاستراتيجي حرصت مبادلة خلال عام 2023 على مواصلة التوسع في استثماراتها العالمية في القطاعات التي تسهم في صناعة المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة وعلوم الحياة والائتمان الخاص والتصنيع المتقدم. كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية منتسبين اثنين من القيادة العامة لشرطة أبوظبي توفيا أثناء أداء عملهما بإخلاص، وذلك بمنحهما ميدالية الواجب بحضور معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي وعدد من الضباط. واستقبل سموه عائلتي المغفور لهما الشهيد ملازم محمد عبيد مبارك والشهيد ملازم سعود خميس الحسني، وسلم أسرتيهما ميداليتي الواجب تقديرا لالتزام الشهيدين بأداء واجبهما بتفان وإخلاص، معربا سموه عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدين ومشيدا بتفانيهما وشجاعتهما في أداء واجبهما الوطني. وتم ترقية الشهيدين من رتبة شرطي أول إلى رتبة ملازم. يذكر أن شهيدي الواجب توفيا إثر حادث مروري تعرضا له أثناء استجابتهما لطلب مساعدة مركبة تعطلت في نفق الشيخ زايد في أبوظبي بعد أن تلقيا بلاغا شرطيا بذلك. شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس أو نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء محاضرة بعنوان رؤية أشمل لواقع الزراعة المستدامة التي نظمها مجلس محمد بن زايد ضمن سلسلة محاضراته. شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء محاضرة بعنوان رؤية أشمل لواقع الزراعة المستدامة التي نظمها مجلس محمد بن زايد ضمن سلسلة محاضراته. وألقاها سيباستيان بويه الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فارمز وايز المتخصصة بتصنيع آلات زراعية دقيقة قائمة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات لزيادة الإنتاجية الزراعية. وسلط المحاضر الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي والدور المحوري للابتكارات التكنولوجية في تعزيز هذا القطاع والإسهام في تطويره واستدامته من أجل سد احتياجات الغذاء لسكان العالم الذين يتزايدون باستمرار. وقال إن الزراعة تقوم على توفر 4 موارد رئيسية هي الأرض والمياه والعمالة والأسمدة المنتجة صناعيا
مشيرا إلى أن عدد من الشركات الناشئة التي تستخدم أحدث التقنيات لتقليل الاعتماد على هذه الموارد. وبشأن استخدام أحدث التقنيات الزراعية الحديثة، أوضح المحاضر أن العديد من هذه الابتكارات لا تزال باهظة الثمن أو تتطلب مزيدا من التطوير لتصبح فعاليتها متناسبة مع التكلفة، مما يجعل المزارعين يترددون في التخلي عن أساليبهم القديمة. وأكد دور المجتمع في دعم تبني التقنيات الزراعية الحديثة على نطاق واسع، مشيرا إلى الحاجة لتعزيز الطلب على التكنولوجيا من خلال تعزيز الطلب على الاستدامة. وتعطي دولة الإمارات أولوية لتطوير قطاعها الزراعي، حيث تهدف إلى تعزيز أمنها الغذائي مع ضمان مستقبل مستدام واعد، بجانب كونها مقرا لعدد متزايد من شركات التكنولوجيا الزراعية التي تستخدم التكنولوجيا المبتكرة لإنتاج الأغذية المزروعة محليا. توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي فريق الوصل بطلا لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بعد فوزه على النصر أمس الجمعة 4 أهداف نظيفة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين. وجاء التتويج بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، وأحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، وعبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم. وتوج الوصل بطلا لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على النصر 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين. Congratulations to the players because they did the biggest job. They went out with the courage, with the self-confidence, with the chest up and the head up, and in the end we got what we deserved, and that's the trophy and what all the Alvasel let's say community deserve, all the staff. Supporters, the administration, the players, and I think it was a good day for Alvasel family. Make a great game, the good result for us. We're very happy to win this tournament, win this trophy. The fans, very happy, enjoy this moment. I want to say thank you for our president, to Sheikh Ahmed. He's given a lot of support in this season for us. You see the team, we see what we do improve the last season to this season. I think we should be continue like this. We have now 4 games in the league, very important games, and we have chance to win another trophy, and we focus to that. الحمد لله على كل حال، بطولة غالية، مجهود سنة ما راح على الفاضي، تعب لاعبين، تعب إخواني، ما قصروا بصراحة. مباراة كانت صعبة، يعني مش كانت مباراة سهلة. لله الحمد، من بعد الهدف الثاني انفتحت لنا المباراة. تركيز الشباب كله اليوم كان للدقيقة 90 أو أكثر عن 90، 93 دقيقة اليوم لعبنا. والحمد لله تركيزنا ينصب إن شاء الله من اليوم على المباراة القادمة في الدوري، بطولة ثانية وتركيزنا كبير فيها إن شاء الله. وزعت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية الفارس الشام 3 المياه الصالحة للشرب على النازحين في محافظة خان يونس بقطاع غزة، وذلك في إطار حملة التخفيف عن سكان القطاع. وزعت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية الفارس الشام 3 المياه الصالحة للشرب على النازحين في محافظة خان يونس بقطاع غزة، وذلك في إطار حملة التخفيف عن سكان القطاع. وكان دولة الإمارات قد سلمت في وقت سابق صهاريج مياه للهيئات المحلية في مدينة خان يونس، وذلك في إطار الدعم المتواصل للهيئات المحلية والبلديات في قطاع غزة، وفي محاولة تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للنازحين في مراكز الإيواء، ولسد حالة العجز التي تعاني منها الهيئات المحلية في المدينة في ظل الأوضاع المأساوية الصعبة. وتقدم عملية الفارس الشام 3 الدعم المتواصل للهيئات المحلية والبلديات سعيا لمواجهة التحديات التي تعصف بها في ظل الواقع الإنساني المتردي، ولتحسين جودة الخدمات التي تقدمها البلديات للأسر الفلسطينية التي عادت لمنازلها في مدينة خان يونس بعد تعطل عدد كبير من المعدات نتيجة الأوضاع المأساوية، حيث تقدم الإمارات الصهاريج لتعزيز موارد المياه الصالحة للشرب بهدف إعادة الحياة إلى المدينة. وقال الدكتور فراس أبو نقير ممثل مصلحة مياه بلدية الساحل
إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم صهاريج لخدمة مراكز الإيواء والنازحين في مختلف أنحاء مدينة خان يونس، حيث تقدر سعة الصهريج 5000 جالون، وتعزز هذه الصهاريج إمدادات المياه للنازحين في المنطقة، وتسهم في تخفيف الأعباء عن الهيئات المحلية في مدينة خان يونس التي تمر بأوضاع كارثية صعبة. كما تواصل دولة الإمارات دعمها للهيئات المحلية وبلديات قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأهالي وتوفير الدعم والمعدات اللازمة لتقديم خدمات الصرف الصحي للنازحين نظراً للتحديات الصعبة التي تواجهها البلديات. قدمت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الإماراتي بغزة العلاج اللازم لمصاب وصل المستشفى بحالة خطيرة للغاية بعد تعرضه لإصابة في الفك ومختلف أنحاء جسده، حيث تم إجراء عمليات جراحية طارئة له ونجحت في إنقاذ حياته. وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية الفارس الشهم 3 دعم القطاع الصحي في غزة وتقديم المساعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية التي يحتاجها الأشقاء الفلسطينيون. وتعمل دولة الإمارات على تقديم العلاج والرعاية الصحية للأشقاء الفلسطينيين من سكان غزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يمرون بها. بحثت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة مع وزارة الثقافة سبل تعزيز التعاون الفني والثقافي وتطوير المشاريع المشتركة في إطار تبادل الخبرات والبرامج التي تصب في خدمة المشهد الثقافي والفني في دولة الإمارات. وأكد سعادة علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة خلال اجتماعه مع سعادة الدكتورة منى السويدي مستشارة البرامج والمشاريع في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بوزارة الثقافة في مقر الأكاديمية بحضور وداد الحمودي مدير مركز الفجيرة الإبداعي وراوي عبد الله مدير المسرح الوطني أهمية تعزيز التعاون الفني مع الشركاء الاستراتيجيين للأكاديمية، وذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وحرص سموه بأن تكون إمارة الفجيرة منارة لجميع الفنون على الساحتين العربية والدولية. وقال الحفيتي إن التعاون المشترك مع وزارة الثقافة يأتي من خلال تبادل الخبرات وتنمية المواهب الشابة وتعزيز مهاراتهم لإبراز كفاءات فنية جديدة في المجتمع المحلي. أعلن اتحاد الإمارات للريش الطائرة تنظيم فعاليات رياضية في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة في 5 يوليو المقبل تزامناً مع اليوم العالمي للريشة الطائرة. تتضمن الفعاليات تنظيم بطولة محلية لفئات المجتمع المختلفة من المواطنين والمقيمين وفعاليات أخرى مصاحبة تواكب أهمية المناسبة. من جهة أخرى تشهد الأجندة المقررة للاتحاد نهائيات الألعاب المدرسية في إكسبو دبي ودور الرياضة الموحدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض يومي 21 و22 من مايو الجاري، وبطولة مؤسسة الإمارات للتعليم للريش الطائرة النهائيات الوطنية على صالة المزهر في دبي في 22 من مايو، وتعقبها بطولة الدولة للعموم وتحت 17 سنة يوم 25 من مايو بدبي. أعلن المركز الوطني للأرصاد أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت هزة أرضية بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر في منطقة الحلاب إمارة الفجيرة مساء الأمس. وقال المركز إن الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير. مشاهدين الكرام، النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية. أهلاً بكم من جديد. أكد معالي زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أن الإمارات حققت في السنوات الأخيرة قفزات كبيرة في مجال التعليم العام والجامعي بما يتماشى مع الرؤى الوطنية للقيادة الرشيدة نحو التعليم المستدام. وقال معاليه في مداخلة أمام المؤتمر الدولي 3 لجائزة خليفة التربوية إن هذه الرؤى لاستشراف مستقبل التعليم تهدف لصناعة
جيل واعٍ بمتطلبات الحياة ومواكبة مستجداتها باعتبارهم ركيزة أساسية ورئيسية في بناء اقتصاد معرفي من خلال مشاركتهم بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل. وأضاف معاليه أمام المؤتمر الذي عقد في أبوظبي مؤخراً أن القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه آمن بالتعليم ودوره الكبير في تنمية وتطوير وازدهار الوطن، وكانت رؤيته ثاقبة واستشرافية تؤمن بتزويد رأس المال البشري بالمعرفة والعلوم من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود. كشف تقرير التحول الرقمي الحكومي 2023 أن الإمارات تصدرت التصنيف العالمي في عدة مؤشرات حكومية مهمة، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الخدمات الحكومية والخدمات الحكومية المتمحورة حول الإنسان، انسجاما مع رؤيتها الرامية إلى تقديم تجربة متميزة ومركزة حول احتياجات المواطنين والمقيمين، كما احتلت المرتبة الأولى في مجال المشاركة العامة والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة. يغطي تقرير التحول الرقمي الحكومي الأول من نوعه 12 قطاعاً حكومياً تشمل الاقتصاد والخدمات المالية والموارد البشرية والصحة والتعليم والمجتمع والثقافة والشباب، كما يتناول خدمات الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية وقطاع الأمن والعدل والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والبيئة، مقدماً رؤية شاملة حول التحول الرقمي في الجهات الحكومية الاتحادية في هذه القطاعات. فقد جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية والخدمات الحكومية المتمحورة حول الإنسان، واحتلت المرتبة الأولى في مجال المشاركة العامة والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، وفي المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي، والمرتبة الثالثة عشرة في مؤشر تطور الحكومة الرقمية، كما احتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية عبر الإنترنت. وبيّن التقرير أن جهود التحول الرقمي انعكست على مكانة الدولة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار والعيش والارتقاء بتجربة الحياة، حيث تضع حكومة الإمارات التفوق الرقمي الحكومي في صلب أولوياتها وبناء مفاهيم ونماذج متجددة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وأدوات التغيير لتحقيق التحولات الكبرى وتعزيز تنافسيتها عالمياً. أعلن عن الهوية المرئية لشعار جمارك الإمارات هوية رسمية موحدة تعبر عن قطاع الجمارك في دولة الإمارات بمكوناته الاتحادية والمحلية، في خطوة ترسخ مفهوم الوحدة والشراكة الفاعلة بين جميع المكونات الجمركية في الدولة، إضافة إلى استخدام تلك الهوية كهوية موحدة لقطاع الجمارك في الدولة في التمثيل الدولي والمحافل العالمية، وبدعم وتوجيه معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. قام اللواء سهيل سعيد الخيلي مدير عام الهيئة بإطلاق الهوية المرئية الجديدة خلال حفل شركاء الجمارك لعام 2024 الذي نظمته الإدارة العامة للجمارك بالهيئة بدبي، تكريما لشركائها الاستراتيجيين ودعمهم لها في إنجاز الأهداف والمشاريع الجمركية التطويرية التي تم اعتمادها خلال العام 2023 وسط حضور كبير من وكلاء الوزارات والهيئات ومديري العموم والمديرين التنفيذيين بالهيئة والإدارات الجمركية في الدولة وممثلي السفارات والقطاع الخاص، بهدف بحث التعاون العلمي في الابتكار الأخضر وأمن الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى. تعقد في العاصمة أبوظبي قمة رواد الأعمال الصينيين العرب تحت شعار اغتنام الفرصة الواعدة. انطلقت في أبوظبي فعاليات قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب بمشاركة أكثر من 200 مندوب من قطاعات الأعمال في الصين والدول العربية، وذلك بتنظيم مشترك من الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال وغرفة تجارة أبوظبي تحت شعار اغتنم الفرصة الواعدة. وتركز القمة على الابتكار الأخضر وأمن الطاقة والابتكار التكنولوجي والاستثمار المالي والتحول الرقمي في قطاع التعليم وغيرها من القطاعات الأخرى بهدف تعزيز التعاون العملي بين الصين والدول العربية.
وألقى كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وسعادة تشانغ بيمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ولونغ بيون تونغ الرئيس المشارك في الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال كلمات في حفل الافتتاح. وأكد المتحدثون على قوة ومتانة العلاقات الصينية العربية مشيرين إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين الجانبين والفرص الواعدة لتعزيز التعاون بين مختلف المجالات. وتضمنت فعاليات القمة جلسات حوارية وعروض لمشاريع تعاون متنوعة بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجي بين شركات إماراتية وصينية. ومن أبرز فعاليات القمة إطلاق تقرير التمويل والاستثمار بين الصين والدول العربية 2023 الذي يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة. وتستمر القمة 5 أيام بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمسؤولين من الجانبين على أن يعقبها سلسلة فعاليات في دبي والرياض. نحو 50 مليار درهم سوق التجارة الإلكترونية بالإمارات في عام 2028 وأخبار اقتصادية أخرى في تقريرنا الاقتصادي. وصل إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 27.5 مليار درهم في 2023، مع توقعات أن تصل قيمته لأكثر من 48.8 مليار درهم وحلول العام 2028، وذلك وفق النسخة الرابعة من تقرير التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023 الصادر عن إيزاد دبي بالشراكة مع يورو مونيتر انترناشنال. ووفق البيان تشهد دولة الإمارات نمواً هائلاً في تبني التجارة الإلكترونية مدفوعاً بشريحة الشباب الماهرة في مجال التكنولوجيا والتي تحظى بدعم حكومي قوي على مستوى التشريعات واللوائح التنظيمية إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية. وتصدرت قطاعات الملابس والأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات الوسائط الإعلامية قائمة المراكز الثلاثة الأولى من حيث القيمة في عام 2023. فاز مصرف الإمارات للتنمية بجائزة مصرف العام الأكثر ابتكاراً في الخدمات الرقمية ضمن حفل توزيع جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 من مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست، وكذلك جائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في دولة الإمارات ضمن حفل توزيع جوائز الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 من مجلة The Digital Banker. أطلقت دبي لإدارة الأصول التي تمتلك وتدير واحدة من أكبر محافظ المجمعات السكنية المعدة للإيجار في دبي تحت مظلة دبي القابضة لإدارة الأصول مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز إدارة النفايات بشكل مستدام في مجمعاتها السكنية. وتساهم هذه المبادرة في تقليل كمية النفايات التي تصل إلى المكبات مما يخفف من المخاطر البيئية ويدعم الاقتصاد الدائري حيث تتم إعادة تدوير واستخدام الموارد باستمرار. وتركز المبادرة على التقليل من كمية النفايات التي تولدها المجمعات السكنية وذلك من خلال تطبيق برامج مخصصة لإعادة التدوير واستخدام تقنيات مبتكرة لاستعادة الطاقة من النفايات العامة. مشاهدين الكرام إلى أخبار التكنولوجيا مع الزميل شهر، تفضل شهر. بالتأكيد محمد، أخبار تكنولوجيا متنوعة، مشاهدين الكرام تفاصيل أوفى في هذه الفقرة. أرجأت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا وشركة بوينغ إطلاق كبسولة طاقم ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ مرة أخرى أمس الجمعة، مما يتيح لهما 4 أيام أخرى لتقييم تسريب الهيليوم قبل محاولة إرسال أول رائدين على متن هذه المركبة إلى الفضاء. وتم تأجيل إطلاق ستارلاينر من فلوريدا عدة مرات خلال شهر مايو. وبعيداً عن مشكلة تسرب الهيليوم، كانت هناك مشكلة فنية تتعلق بصاروخ أطلس 5 الذي سيحمل الكبسولة، ما أدى إلى تأخير سابق. وبذلك يتأخر البرنامج عدة سنوات عن الموعد المحدد ويتجاوز الميزانية المخصصة له بأكثر من 1.5 مليار دولار. ومن المقرر أن يتم الإطلاق يوم السبت 5 مايو عند الساعة 7:09 مساءً بتوقيت غرينتش.
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر منصة إكس أن كل الأنظمة الأساسية لشبكة الاجتماعية المعروفة سابقا باسم تويتر باتت فاعلة تحت اسم النطاق X.com، ما يفعل رسميا الهوية الجديدة للمنصة بصورة كاملة. وفيما بدأ ظهور شعار إكس بالأبيض والأسود منذ نهاية يوليو بمجرد الاتصال بالموقع، بقي عنوان الموقع twitter.com يعمل. وأعلنت الشبكة الاجتماعية أن كروك أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي من شركتها الناشئة XAI، والذي يهدف إلى أن يكون إصداراً يمكن أن يحتوي أو تحتوي أو يحتوي على ردود ذات سمات فكاهية، وهو أصبح متاحاً في أوروبا لمشتركي إكس بريميوم بلس. أبرمت شركة ريدت شراكة مع أوبن إي آي سيتم بموجبها استخدام محتواها في برمجة تشات جي بي تي ومنتجات أخرى، بينما تساعد أيضاً شركة وسائل التواصل الاجتماعي على إضافة ميزات ذكاء اصطناعي جديدة إلى منتدياتها. وانعكس هذا الإعلان إيجاباً على أسهم ريدت التي طرحت أو التي طرحت للاكتتاب في مارس الماضي مسجلة ارتفاعاً يصل إلى 15%. وستمكن الاتفاقية أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بأوبن إي آي من فهم محتوى ريدت وعرضه بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الجارية. وأيضا كذلك تسمح الصفقة لشركة أوبن إي آي بعرض محتوى ريدت وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على بيانات شركتها. حذرت سوني ميوزك جروب، إحدى أكبر شركات التسجيلات الموسيقية في العالم، شركات الذكاء الاصطناعي ومنصات بث الموسيقى من استخدام محتواها دون إذن صريح. وأرسلت سوني رسائل إلى أكثر من 700 شركة، والهدف من هذه الرسائل هو محاولة لحماية الملكية الفكرية، والتي تشمل على صور غلاف الألبومات والبيانات الوصفية والمؤلفات الموسيقية وكلمات الأغاني من استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يحرم الشركة وفنانيها من حقوقهم المالية والفكرية. ختام التكنولوجيا، عود إليك محمد. شكرا لك شهر. مشاهدينا تتابعونا بعد الفاصل. جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بعد غد بشأن الوضع في رفح. أهلا بكم من جديد. في الشأن الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل انطلاق شحنة جديدة من المساعدات مقدمة من الاتحاد الأوروبي من قبرص إلى غزة عبر الممر البحري والرصيف الأمريكي الذي تم تشييده حديثا. وذكرت المفوضية أن رومانيا أرسلت من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي أكثر من 88 ألف طرد من المواد الغذائية إلى قطاع غزة، تغطي المفوضية تكاليف نقلها. كما تم إنشاء مركز لوجستي للاتحاد الأوروبي في قبرص للمساعدة في التعامل مع تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة. وأوضحت أن مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي على اتصال وثيق مع الدول الأعضاء والشركاء في المجال الإنساني لحشد المساعدة عبر الممر البحري بهدف زيادة الإمدادات. وشددت المفوضية على أن الممر البحري مكمل وليس المقصود منه أن يحل محل الطرق البرية الحالية إلى غزة مثل معبري كرم أبو سالم ورفح، داعية إسرائيل إلى السماح بوصول مستدام للمساعدات باستخدام طرق جديدة. يعقد مجلس الأمن الدولي بعد غد الاثنين جلسة مفتوحة بشأن الوضع في مدينة رفح بقطاع غزة، وذلك بطلب من الجزائر وسلوفينيا. ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين من إدارتي الشؤون الإنسانية والشؤون السياسية وبناء السلام. قال مسؤول في حركة طالبان الأفغانية إن سيولا ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة في ولايات غور غرب أفغانستان أودت بحياة 50 شخصا على الأقل، مضيفا أن عدد القتلى يستند إلى تقارير أولية وقد يرتفع. وقال المتحدث باسم حاكم ولاية غور إن عشرات آخرين
ما زالوا في عداد المفقودين، مضيفا أن الولاية تكبدت خسائر مالية كبيرة بعد تضرر آلاف المنازل والممتلكات وتدمير مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في أعقاب سيول يوم الجمعة، بما في ذلك العاصمة فيروز كوه. وقالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إن الأمطار الموسمية الغزيرة غير المعتادة في أفغانستان أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص وتدمير آلاف المنازل، معظمها في ولاية باغلان الشمالية التي تحملت وطأة السيول في العاشر من مايو. أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس بريس عن خشيته من أن يكون الهجوم البري الذي بدأته روسيا في منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد مجرد تمهيد لهجوم أوسع نطاقا في الشمال والشرق. ومع إقراره بإمكان تحقيق الروس اختراقات على حساب جيش أوكرانيا، أكد زيلينسكي أن كييف ستواصل القتال، وذلك في أول مقابلة مع وسيلة إعلام أجنبية منذ بدأت موسكو هجومها في خاركيف قبل أسبوع. وأكد أنه على الرغم من تحقيق القوات الروسية تقدما في خاركيف منذ بدء الهجوم المباغت فجر العاشر من مايو، إلا أن الوضع في هذه المنطقة بات أفضل من ذي قبل. وبشأن المؤتمر من أجل السلام المقرر إقامته في سويسرا منتصف يونيو، دعا زيلينسكي الدول الغربية الحليفة لكييف إلى البحث ليس فقط عن إنهاء الحرب مع روسيا، بل أيضا عن سلام عادل لبلاده. عاصفة مفاجئة تضرب هيوستن في ولاية تكساس تتسبب بسقوط ضحايا وتحول نهار المدينة إلى ظلام بعد انقطاع التيار الكهربائي. نتابع. حرمت أكثر من 800 ألف عائلة في هيوستن من الكهرباء فيما لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء عاصفة استثنائية تسببت بأضرار جسيمة في 4 كبرى مدن الولايات المتحدة من حيث عدد السكان. وشهدت المدينة الواقعة في ولاية تكساس واحدة من أسوأ العواصف التي مرت على البلاد في العقود الأخيرة، وأدت العاصفة إلى انقلاب النهار إلى ليل وسط حالة من الظلام غطت المدينة، كما تسببت بأضرار جسيمة في الممتلكات وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتساقط الأشجار. رئيس بلدية هيوستن أوضح أن عاصفة عاتية محملة برياح بقوة الإعصار ضربت المدينة الخميس برياح تراوحت سرعتها ما بين 129 و 161 كيلومترا في الساعة، مما أسفر عن 4 ضحايا على الأقل. لم تعرف ظروف وفاتهم بعد، مشيرا إلى أن العاصفة هبت من دون سابق إنذار، وهو ما لم يمنح السكان كثيرا من الوقت للاحتماء منها. وحث رئيس بلدية هيوستن السكان على البقاء في منازلهم معلنا إقفال المدارس العامة الجمعة، فيما طلبت السلطات المحلية من جميع العاملين غير الأساسيين اعتبار هذا اليوم عطلة. وأظهرت صور بثتها قنوات التلفزة المحلية وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تساقط أشجار وأعمدة كهرباء وتحطم نوافذ المباني تحت قوة الرياح العاتية. مشاهدين الكرام، أخبار الرياضة مع شاهر من جديد. تفضل. بالتأكيد محمد، أخبار رياضية منوعة، تفاصيل أوفى في هذه الفقرة. أصبح المدرب المصري طارق السيد المدير الفني لفريق دبا الحصن على بعد 6 نقاط فقط ربما تنقص، وذلك من أجل كتابة تاريخ جديد لإعادة أمجاد فريقه دبا الحصن إلى دوري أدنق للمحترفين بعد مضي أكثر من 2 عقدين على آخر صعود الفريق في موسم 2002 و2003 لما يسمى حينها بالدوري الممتاز قبل التحول للاحتراف. ويملك دبا الحصن حاليا 58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جاره دبا الفجيرة النواخذة الذي تبقى له مباراتان في المسابقة، وذلك عكس دبا الحصن الذي سيخوض 3 مباريات ويحتاج دبا الحصن إلى 6 نقاط فقط من المباريات 3 المتبقية لحسم الصعود رسميا، بينما دبا الفجيرة الثالث مطالب بالفوز في مبارتيه وانتظار تعثر دبا الحصن كون الفارق بينهما 1 نقطة فقط.
يتطلع الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري إلى التقدم خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك حينما يلتقي الفريقان اليوم في ملعب رأتسة بتونس في ذهاب الدور النهائي للمسابقة القارية. ويرغب كلا الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة العربية الخالصة لتسهيل المهمة قبل مباراة العودة التي تقام في ملعب القاهرة الدولي في 25 من مايو الجاري، وسيكون هذا هو النهائي العربي الخالص رقم 18 في البطولة، وكان الأهلي طرفا في أول نهائي عربي في عام 1987 حينما توج باللقب على حساب الهلال السوداني، وكذلك في اللقاء الأخير حينما فاز بالبطولة أيضا إثر تغلبه على الوداد البيضاوي المغربي العام الماضي. فازت البرازيل بحقوق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم النسائية في 2027 بعد حصولها على معظم الأصوات خلال تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة فيفا، وحصل العرض البرازيلي خلال التصويت الإلكتروني على تأييد 119 اتحادا من أعضاء الفيفا، بينما حصل العرض الأوروبي المشترك على 78 صوتا. وقال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: يمكنكم أن تثقوا ودون أي غرور بأننا سننظم أفضل كأس عالم للكرة النسائية. وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا: إن دورة البرازيل ستكون كأس العالم النسائية الأفضل على الإطلاق. أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أمس تمسكه بالرحيل عن تدريب الفريق كما تم الاتفاق عليه في السابق، ذلك رغم المحادثات الأخيرة بشأن احتمالية تراجعه عن هذا القرار. وقال توخيل في مؤتمر صحفي: هذا آخر مؤتمر صحفي لي في سامبر شتراسا، الاتفاق الذي تم في فبراير الماضي يظل قائما. كانت هناك مفاوضات مرة أخرى ولكننا لم نتوصل لاتفاق، لذلك نحن ملتزمون بالاتفاق الذي تم في فبراير. نهاية أخبار الرياضة، عود إليك محمد. شكرا لك شاهر. مشاهدينا صفحة أخبار منوعة من حول العالم في هذا التقرير. انتشرت مقاطع مصورة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وهو يغني ويعزف موسيقى الروك في أحد الملاهي الليلية في كييف، وكان بلينكين في زيارة للعاصمة الأوكرانية لحشد معنويات الأوكرانيين، وأكد وقوف واشنطن الدائم إلى جانب بلادهم. وأظهرت المقاطع المتداولة صعود بلينكين إلى المسرح وتقديمه عرضا غنائيا إضافة إلى عزفه على أوتار الجيتار بأداء أغنية لنيل يونغ غناها عام 1989. اندلعت مشاجرات في البرلمان الجورجي أثناء مناقشة مشروع قانون شفافية التأثير الأجنبي في الجلسة العامة يوم الثلاثاء، وأقر البرلمان القانون المثير للجدل والذي يسمى بالقانون الروسي على الرغم من الرفض الذي واجهه من قبل المنظمات ووسائل الإعلام، وتبادل نواب المعارضة والحزب الحاكم الشتائم والاتهامات، فيما عمد البعض إلى التهجم على البعض الآخر، ما أدى إلى تضارب بين النواب وثقته لقطات مصورة انتشرت على وسائل التواصل. أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة تم نشرها مؤخرا اللحظة التي فقدت فيها سائق السيطرة على شاحنة بعد اصطدام عدة سيارات على جسر كلاريكا التذكارية ليوزفيل بكنتاكي، وتم اتهام تريفور برانهام البالغ من العمر 33 عاما لدوره المزعوم في الحادث الذي وقع في شهر مارس الماضي، وكانت الشاحنة قد اصطدمت بحاجز جسر كلاريكا بعد انحرافها عن مسارها مما جعلها تتدلى فوق النهر في مشهد مرعب. وشهدت يومها مقطورة الشاحنة مثبتة على عوارض الجسر مما منعها من السقوط في المياه بالأسفل، كما انفتح غطاء الشاحنة وشهد معلقا من الكابينة. وبعد شهرين من الحادثة تعرض القضية الآن أمام هيئة محلفين كبرى. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام النشرة، تذكروا دائما بمحبتكم، نرتقي وبالأمل نلتقي، إلى اللقاء.